في كل عضو أو جهاز أو حاسة، وفي أحسن الأحوال ومع الكثير من الحظ يتحول الفساد إلى منهج وممارسة يومية وثقافة عامة. لقد احتاجت بلادنا على ما يبدو إلى نحو 6 عقود من الاستقلال حتى تتأكد من أن الفساد يوشك أن يتحول إلى غنغرينا تنخر الجسم الحكومي. فاستشعرت السلطات العمومية الخطر ورفعت لواء محاربة الفساد، لكنها اصطدمت بغياب نصوص قانونية قد تشكل في حال تطبيقها مصلاً أو حتى علاجاً ناجعاً لهذا الداء العضال. فكل ما كان موجوداً هو جملة من النصوص العتيقة متناثرة في مدونات قانونية شتى، وأغلبها تجاوزه الزمن بعد أن تطورت أساليب ممارسي ومحترفي الفساد وخرجت من دائرة الاستهداف القانوني. انسجاماً مع هذه الإكراهات، تم خلال الآونة الأخيرة إصدار قانون لمحاربة الفساد من شأنه أن يساهم لو تم تطبيقه في محاربة هذه الظاهرة، ولم لا القضاء عليها. هذا القانون وبنوده ومواده وإمكانات تنفيذه ودواعي سنه وإصداره من الأساس موضوع حلقة الليلة من برنامج ملفات. لمناقشته أتشرف باستضافة الأستاذ محمد عبد الله بليل، وهو رئيس المرصد الموريتاني لمحاربة الرشوة. مرحبا بك أستاذ محمد عبد الله بليل. ضيف الكريم الآخر الأستاذ الولي والسيدي هيبة، وهو كاتب صحفي. مرحبا بك أستاذ الولي. وما زلت بانتظار أن يلتحق بنا النائب صدفي والسيدي محمد، وهو عضو الفريق البرلماني للشفافية والحكم الرشيد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. ولو بدأت معك زميل أستاذ عبد الله بليل بالسؤال الذي أوردته هنا، أو جملة الأسئلة، أبدأ من السؤال الذي يطرح نفسه، لما تم إصدار القانون من أساسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. بدء أشير إلى أن هذا القانون الجديد المجرم للفساد، والفساد هنا يعني أنواع الرشوة، لأن المنظومة العربية أكثر استعمالا للفساد من الرشوة، ولكن الكلمتين يترجمان المصطلح الفرنسي لا كوربسيون. إذن عندما نتكلم عن الفساد نتكلم أيضا عن الرشوة، وهذا القانون يأتي مكملا لترسانة قانونية ابتدأت منذ سنوات. أشرتم إلى أنه في الماضي لم يكن هناك قانون محدد، وكانت هناك إشارات في قوانين مشتتة، خصوصا القانون الجنائي. الحقيقة القانون الجنائي كان ينص على الرشوة ومحاربة الرشوة، ولكن ليس بالدقة المطلوبة. ولكن موريتانيا صادقت منذ بداية هذا القرن على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة، كما صادقت أيضا على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمحاربة الرشوة. وفي 2010 في 9 دجنبر 2010 اعتمدت موريتانيا استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة. وقبل أشهر صادق البرلمان على قانون توجيهي لتلك الاستراتيجية، وتزامنا مع ذلك صدر مرسوم من رئاسة الجمهورية يقضي بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة. إذن كانت هناك ترسانة جارية، وأتى هذا القانون يكمل هذه الترسانة. ومن أهميته أنه قانون خاص بالفساد بأنواع الرشوة، ويحدد الرشوة ويحدد
المسؤولية في الرشوة، كما يحدد أيضا نوعية العقوبات. ولكن للأمانة أيضا ينبغي التذكير بأنه في العقود الماضية كان هناك نوع من تطبيق البنود الواردة في القانون الجنائي المتعلقة بمحاربة الرشوة في الستينات في السبعينات، وحتى بعد ذلك أحيانا حدثت حالات تمت فيها متابعة وملاحقة مسؤولين اتهموا بارتكاب الرشوة بممارسة الرشوة وتعرضوا لعقوبات. صحيح. إذن هذا فقط كمدخل وللأمانة لتذكير أيضا بالسياق الذي صدر فيه القانون. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الله بالليل. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ولي السيدي هيبة، إعلامي وكاتب صحفي ومهتم بهذا الموضوع. يعني برأيك كمتابع لهذا الموضوع، هل كانت الظروف تقتضي سن هذا القانون؟ وزميل بليل أشار إلى أن كانت هناك ترسانة من القوانين، إذن هل الواقع فرض أن يكون هناك قانون خاص بمحاربة الفساد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. في أي وقت تسن قوانين لمكافحة الفساد والرشوة فإنها تكون في وقتها المطلوب، لأن الفساد والرشوة هما العائق الحقيقي أمام تقدم البلد وأمام الوصول إلى دولة القانون. ودولة القانون بدون ترسانة قانونية تقوم بعملها وتفعل فعلها تكون دولة قانون ناقصة. إذن أعتقد أنه رغم ما تقدم به بالليل فيما يتعلق بالمراحل التي مرت بها البلاد في النظر إلى هذه القضية وسن القوانين لها ومكافحتها، إلا أن هذا الوقت بالذات أعتقد أنه وقت مختار ومفضل لتدخل هذه القوانين حيز التطبيق حتى تكون دولة القانون في محلها وحتى تقوم بواجبها ومسؤولياتها المنوطة بها في الحفاظ على المال العام في قيام تنمية الدولة على الوجه الصحيح. نعم، ولكن سؤالي كان هل الظروف يعني التي اكتنف، يعني هل إنشاء إصدار هذا القانون كانت هناك ضرورة ملحة لإصداره أم أنه جاء فقط تتويجا لبسار طبيعي من هما معا المرحلة هما معا المراحل التي ذكرها بالليل هي مراحل يجب التذكير بها لأنها تدخل في صميم مكافحة الفساد والرشوة، لكن هذه المرحلة بالذات التي يراد لهذه القوانين أن تطبق على الذين يقومون بهذا الفساد وبهذه الرشوة أعتقد أن الوقت مناسب لها، لكن يجب أن تدخل حيز التطبيق وتخرج من حيز النظري و نعم ذلك موضوع آخر. شكرا، أشكرك جزيل الشكر سيد الولي السيد هيبة. مشاهدي الكرام، أرحب بضيفي السيد صدفي النائب صدفي السيد محمد وهو عضو الفريق البرلماني للشفافية والحكم الرشيد. مرحبا بك نائب، تشرفنا بحضورك ولو أنه متأخر قليلا. سيادة النائب، هذا القانون الذي صدر أنتم أدرى من ربما من ضيفي الكريمين الآخرين ببنوده بمواده، هل شرحتم للمشاهد بنوع من التفصيل هذه البنود وهذه المواد؟ أولا شكرا للتلفزيون الوطني على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. ربي يحل العقدة من لساني يفقه قولي. نختار سابقا نعرج على الفصول الأساسية للمشروع القانون اللي يخص الفساد. من الضروري جدا إعطاء بعض التلميحات أو بعض التعاريف للمفاهيم الفسادية، لكن اللي ندخل موضوع المشروع القانون يفهم المستمع والمتلقي العفو يفهم فحوى الموضوع من ناحية حتى من الشرعية واللغوية. نختار نقول على أن الفساد عنده عدة مفاهيم سواء لغوية سواء اصطلاحا، ويأتي حسب صدوره في المعنى أو الجملة أو الكلمة. يعني في الجد والقحط كقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويأتي أيضا وهو الطغيان، ويأتي لقوله تعالى: للذين لا يريدون علوا في الأرض وفسادا
ويأتي أيضا معنى العصيان لطاعة الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. نختار نقول صدق الله العظيم. الفساد هو أيضا إحالة الشيء عن مكانه، بمعنى أنه وضع الشيء في غير محله، هذا بصفة عامة وله اصطلاحات، فيقال فسد الشيء إذا بطل أو اضمحل، ويأتي على معاني عدة. أيضا الفساد كيف قالوا الزملاء اللي سبقوني، مع أني ما سمعت تعاريفهم له ومداخلهم له، لين عقبنا رجعوا بعض التعاريف الأخرى وبعض المفاهيم الأخرى، غير نختار نجي في السياق اللي عام اللي شفيه ذا المشروع القانون، اللي هو يتكون أساسا من فصول عدة. هاي الفصول فيها فصل أول حول تفاهيم مفاهيم وأحكام عامة، وعقب ذاك الفصل حول التجريم، وهو أهم فصل، وأنا نختار من هذا المنبر نوصي بأنه ينشر في الجريدة الرسمية وحتى المواقع الإلكترونية تنشره بشكل حلقات تنشره، لكن المواطن يطلع على فحواه وأهميته لحماية البلد واقتصادها وحماية الاجتماعية والسياسية. هذا القانون جاء بعد ياسر من القوانين اللي صادرت عليها الجمعية الوطنية والبرلمان بصفة عامة في الدوراتها العادية والاستثنائية، اللي فيها الإرهاب واللي فيها غسل الأموال، وجه هو كترسانة قانونية أيضا للقوانين السابقة له في السنوات الماضية لتدعيم وضع القوانين والأسس التي عليها يمكن أن يحاسب مرتكب الجريمة أو مرتكب هذا الفساد. الفصل أساسا اللي مهم في هذا الفصل في هذا المشروع القانون هو فصل الأحكام والعقوبات، واللي من ضمنها يستخلص القارئ أهمية وتعريف الفساد، لأن كل خطوة أو كل فعل مرافق تحس من خلاله أنه يضمن ضمنيا تعريف الفساد اللي معاقب عليه في هذا الفصل. فيه أيضا فصول أخرى للتعريف والإجراءات المتخذة من أجل متابعة واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل متابعة المفسد أو مرتكب جريمة الفساد. أيضا فيه فصول أخرى للعلاقات الدولية حول الفساد، لأنه الفساد ليس حكرا على حوزة ترابية معينة، وإنما يمتد جذوره من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل، وبالتالي فهم اتفاقيات دولية حول الفساد وإجراءات التسليم والأخذ من بلد معين. إذن هذه الأساس، الفكرة الأساسية من المشروع القانون والأهمية الأساسية اللي نطرق التأثير السلبي ومفاهيمه السلبية وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع والسياسة. سنتطرق أيضا إلى أهمية القانون ودوره في ردع وكبح جماح المفسدين ولا المتطاولين على الحق العام والمتطاولين على البنى الاجتماعي والسياسي للبلد، سنتطرق لذلك في الفصول القادمة إن شاء الله. طيب يا سيادة النائب، نظريا هذا كله رائع وجيد جدا، ولكن ماذا عن الناحية التطبيقية؟ شوف، الناحية التطبيقية هذا الموضوع ليس للموريتانيا فقط وإنما لكافة دول العالم، اللي نعرفون الفساد هو ثقافة قد تكون مجتمعية، بمعنى أنه الفرد أدنى فرد في المجتمع له ثقافة الفساد، وعلى فرد في المجتمع اللي هو منبثق من المجتمع له ثقافة المجتمع. نعرفون ما يمكن التخلص من الفساد واستئصاله جذريا بين عشية وضحاها. المهم أن يكون هناك ترسانة قانونية تسمح للشخص المشرف على الحق العام وعلى على المال العام وعلى السياسة وعلى العلاقات الاجتماعية وعلى العلاقات الاقتصادية، أنه عنده ترسانة قانونية تسمح له بمسك وأخذ الشخص المرتكب لجريمة الفساد ومعاقبته. لماذا متى وكيف؟ هذه تطلع للظروف. أولا يجب توعية المجتمع حول أثار السلبية للفساد وظاهرته، تأثيره على المجتمع وتأثيره على الاقتصاد وتأثيره على السياسة، حتى تأثيره على سمعة البلد بصفة عامة وسمعة الإنسان. سأتنايب عفوا المقاطعة، ولكن أنت هنا تحمل المجتمع ككل الظاهرة، في حين أن جزء فقط من المجتمع هو الذي يمارس الظاهرة. صحيح، لين تقول المجتمع لا يدخل في جدلية أخرى، لأن الحاكم هو من المجتمع والمجتمع هو من الحاكم، لأن الحاكم ما يجي إنسان جاي من كوكب آخر ويحكم المجتمع، وإنما الحاكم أو السلطة هي إفرازات المجتمع، وبالتالي دائما في كثير من الحالات تمشي طاعة للمجتمع ومواكبة لمفاهيمه وإرادته. صح أنه يجب أن تكون السلطة قادرة، وأن هي صفة المجتمع، هكذا أفهمها، هي صفة المجتمع والنخبة، وبالتالي مفروض تسهر على تطبيق القوانين وتعود تختلف قليلا أو كثيرا عن المجتمع من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح جماح المجتمع عن ظاهرة قد تسيء للمجتمع وتشيء. لكن إذا كانت السلطة هي التي تمارس الفساد وليس المجتمع. لا، السلطة هي التي تمارس المجتمع، يعني تضع يدها على ما يمكن. صحيح، من خلاله أن تمارس الفساد. إذا تكون السلطة هي الممارسة للفساد، تجيب سلطة معينة، هو الفساد في المجتمع والسلطة جزء من المجتمع. لين تكون السلطة وتجيب قانون
لمحاربة الفساد أكيد سيظهر يوم من الأيام وفي الوقت الحاضر شخص يقوم أو أشخاص أو مجموعة من الأشخاص تقوم وتسهر على تطبيق هذا القانون. هو القانون ما يقدر يطبق على لا شيء، معناه فهم أشخاص يرتكبون جريمة وهم أشخاص يقوم بمراقبة هؤلاء الأشخاص وتطبيق عليهم القانون. لما يأتي قانون نحن ما نقدر نطبق قانون الفساد على مجتمع ما فيه المفسدين، إذا معناته لين قلنا إن فهم قانون الفساد معناه فهم السلطة العليا هي اللي شافت القانون، ومعناها أدركت أنه لا لا لا, لا مناص من إيجاد قانون رادع ويجب تطبيقه على المفسدين وإلا ما يعد عنده معنى. وبالتالي أكيد سيجي طريقه لتطبيق في الوقت الحاضر وفي المستقبل، لكن قد يكون بطيئا في بعض الأحيان لأنه المجتمع كيف قلت لك والسلطة هذا تجذر في المجتمع، وبالتالي تخليص المجتمع من الأثار السلبية وثقافة الفساد تتطلب وقت معين. نعم، شكرا جزيلا لك سيادة النائب صدفي. سأنتقل لك زميل بليل. أنت في بداية كلامك هنا تحدثت عن الترسانة المتتالية من القوانين، شكل هذا القانون بحد ذاته تتويجا لها. طيب ماذا عن دور المجتمع المدني وأنت ترأس مرصد الموريتاني لمحاربة الرشوة، وهي كما قلنا في المقدمة من أبرز أو ربما هي أبرز مظاهر وتجليات الفساد، طيب ما دور المجتمع المدني هنا؟ أنا بينت المسار اللي اتخذت ترسانة القانونية إلين وصلنا لهذا القانون، قلت عنه مكمل هذه الترسانة. صحيح. يغال له نقول أمالي عنه استجابة لتطلعات والحاجات، تطلعات المواطنين والقوة الحية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الشفافية والحكم الرشيد ومحاربة الرشوة والفساد، وجميع أصحاب النيات الحسنة بالنسبة للوطن اللي حريصة على حماية المال العام، اللي الفساد والرشوة يضروا باستخدام المال العام. ومنين يضروا باستخدام العام؟ يضروا بالاقتصاد ويضروا بالمجتمع ككل، وليس فقط أجهزة الدولة، ولكن هو الفساد فينا لا ينخر فقط جسم الدولة ولكن ينخر أيضا جسم المجتمع. ولذلك تأتى وتأكد إصدار ترسانة قانونية ومنها هذا القانون اللي بالتحديد يجرم الرشوة. وهذا يجيب على السؤال لماذا هذا القانون بالضبط ولماذا هذه المرة. يعني جميع الجرائم وجميع المخالفات كانت تعالجها جملة من القوانين، ولكن بالنسبة للقضايا حساسة مثل الاسترقاق، مثل التطرف العنيف الإرهاب، مثل الرشوة والفساد، هذه الحالات لخطورتها تحتاج إلى قوانين خاصة ومحددة تشمل جميع الجوانب، ومن تلك الجوانب أشار إليها. ما هو دور المجتمع المدني؟ دور المجتمع المدني أولا، المجتمع المدني من المطالبين أصلا بسن قانون مكافحة الرشوة عن طريق بيانات، عن طريق تصريحات، عن طريق أنشطة، ولكن بالخصوص وبالأساس عن طريق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة التي شارك فيها المجتمع المدني كطرف، وشاركت فيها الحكومة كطرف، وشارك فيها الشركاء في التنمية كطرف، ولذلك سميت الاستراتيجية الوطنية لأنها صادرة عن كل الأطراف بعد الكثير من التداول. من 2006 حتى نهاية 2010 تم التداول والحوار والمناقشة حول استراتيجية وطنية صدرت يوم 9 دجنبر 2010 كما قلت، ولكن ظل أيضا المجتمع المدني يطالب بتطبيق تلك الاستراتيجية التي تنص على ضرورة سن قانون توجيهي وعلى ضرورة سن قانون خاص بمحاربة الرشوة، وذلك القانون ينبغي أيضا أن ينص على إنشاء محكمة خاصة
بالرجل. نعم. وأكثر من ذلك ومما يدل أيضا على حيوية المجتمع المدني ودوره في هذا المجال أن مسودة هذا المشروع، مسودة مشروع القانون هذا أخضعت للنقاش وللتشاور مع منظمات المجتمع المدني قبل الموافقة عليها في مجلس الوزراء. فقد استدعانا الوزير السابق في فندق مونوتيل يوما كاملا لمناقشة مسودة مشروع القانون هذا، وكان من بين المقررين ممثل عن المجتمع المدني وممثل عن وزارة العدل. وتم التداول حول ذلك وأبدينا ملاحظات، وتعطل المشروع، وبعد ذلك صادقت الحكومة على المشروع وأحيل إلى البرلمان من دون إدماج هذه الملاحظات التي لا أدمجت شيئا ما، أدمج منها الكثير. وهذا القانون من خصائصه أيضا ليس فقط أنه تم التداول والتشاور مع المجتمع المدني، ولكنه أيضا خضع للنقاش مرات أمام على مستوى الحكومة، لأنه فيما أعلم تمت مناقشته أولا وثانيا وثالثا قبل أن يحال إلى البرلمان، ولما جاء إلى البرلمان تمت مناقشته على مستوى الجمعية الوطنية وأحيل إلى مجلس الشيوخ، وقامت مجلس الشيوخ بإضافات على مشروع القانون، وتلك الإضافات بالعودة إلى الجمعية الوطنية تمت الموافقة على بعض منها، وربما كانت أساسا في الشكل ولكن أيضا كانت في بعض الجواهر، يمكن للنائب أن يحدثنا أكثر. وحسب علمي أيضا أن مناقشته حظيت بحضور عدد معتبر لا بأس به من البرلمانيين، مما يعطيه أيضا قوة، لأننا نشاهد أحيانا قوانين تناقش في غياب العديد من البرلمانيين، وذلك بالنسبة لي يضعف من قوة القانون ومن مشروعيته، لأن مما يقوي مشروعية القانون مناقشته من طرف أكبر عدد ممكن من البرلمانيين، وخصوصا البرلمانيين من كل الأطراف من كل الأحزاب، وذلك ما جرى بالنسبة لهذا القانون ونحن نتابعه بجد ونتابعه بعزم. عدم اقتناع منهم والرجاء أن يتم إصدار القانون في أسرع وقت، وأن تسن المراسيم والإجراءات المصاحبة له والمطبقة له. نعم، مراسيم تطبيق. نعم، خلال مقررات. نعم، شكرا جزيلا. إذن هذا ما كان من دور المجتمع المدني، هو أولا المطالبة بسن هذا القانون، هو التشاور حول هذا القانون وإبداء الملاحظات، هو الاستعداد لتعميم ونشر والتعريف بهذا القانون، لأن ذلك أيضا أساسي، هو دور نحن دورنا أساسا كمجتمع مدني، هو دور تحسيسي، هو دور توعوي، هو دور الإبلاغ والتبليغ. لم يعطيكم القانون دورا يوازي أو يقارب دور الضبطية القضائية؟ بالتوازي مع هذا القانون أحيل مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات، وذلك القانون الذي سيقنن عمل منظمات المجتمع المدني يعطي هذه المنظمات الأحقية في أن تكون طرفا، في أن ترفع الدعوة، في أن تبلغ الشكوى، وهذا مهم مهم خصوصا بالنسبة للجمعيات العاملة في مجال محاربة الرشوة وفي مجال حقوق الإنسان وفي مجال محاربة الاسترقاق وفي مجال الدفاع عن المستهلك. هذه الأصناف الأربعة من الجمعيات ينبغي لها أن يكون لها الحق في أن تنتصب
طرفا وأن يكون بإمكانها رفع الدعوى والشكوى باسم المواطنين ولصالح المواطنين. شكرا جزيلا لك أستاذ بليل. أستاذ الولي، عندما يتحول الفساد إلى ثقافة عامة، هل يجدي معه سن وإصدار ترسان من القوانين؟ هذا سؤال جوهري لأرجع قليلا إلى ما تناوله النائب. في علاقة المرتشين في الهرم الأعلى للدولة وحراكها ونظامها والشعب الذي هو القاعدة العريضة التي أفرزت هؤلاء المسؤولين، أعتقد أن هذه القوانين كما سنت واضحة المعالم، لا جدل في أنها تمس من ما هو مطلوب لمعاقبة المرتشين والمفسدين، لكن ماذا عن الإجراءات المصاحبة التي سوف تساعد على تطبيق هذه القانون هذه القوانين بما هو مطلوب؟ أنا أعتقد أن من القاعدة يجب أن ينظر إلى العقليات السائدة، إلى الممارسات السائدة، إلى كيف يتعامل المجتمع مع الدولة الحديثة، فإن ذمة من الثغرات ومن الأمور تجب معالجتها حتى يمكن لهذه القوانين أن تأخذ طريقها إلى التطبيق على الذين يقومون بالفساد. فالمفسد الذي يدفعه محيطه إلى الفساد هو يوازي ذلك المفسد الآخر الذي تدفعه مجموعة أخرى من هذا المجتمع، وبالتالي يكون المفسد في حما هذه المجموعات الكبيرة التي تؤازره في ذلك وتدفعه إلى ذلك. فمثلا لا بد من أن تعالج قضية الكسل الذي يصيب هذا المجتمع. هذا المجتمع لا يعمل ولا يريد أن يعمل لأنه يعتبر أن الدولة والأموال العمومية لبقرة حلوب، لكل له جزء منها يجب أن يصل إليه، وبالتالي فما معنى أن يعمل وما معنى أن ينتج؟ هناك أيضا قضية الممارسة السياسية، الكل يعمل في السياسة. لماذا الكل يعمل في السياسة؟ لأن الكل يريد أن يعين وأن يصل إلى تعيناتهم لا تبقى للممارسة السياسة ورتبك إلى حد ما السياسة. أنا قلت فقط بأن مفهوم السياسة عند المواطن الموريتاني هو هذا، هو أنها مطية للوصول إلى المال العام، للوصول إلى الوظائف التي سوف يقوم فيها بهذه الأعمال التي تتعلق بالفساد وبالرشوة يتعاطاها. وبالتالي يجب أن تكون ثمة سياسة تساعد على تغيير عقليات هذا المجتمع حتى تكون هذه الترسانة القانونية قابلة للتطبيق على الذين يرتشون ويفسدون دون أن تكون وراءهم حماية من هذا الشعب الذي ينتظر منهم أن يعطوه من المال العام دون مقابل في العمل ودون مقابل في احترام القوانين وتطبيقها. أشكرك جزيلا الشكر زميل الكاتب الصحفي الولي والسديبة. سيادة النائب، سؤالي لكم مقبل جاوبت عليه بصفة عامة، لذا أنا سأكون مضطر إلى أسألكم بصفة محددة. من الذي يحدد أن هناك من خلال هذا القانون طبعا، من الذي يحدد أن هناك فساد ما قام به شخص ما في مركز ما، وكيف يحدده؟ من يقوم بالمتابعة والتنفيذ؟ ما هي جهات الاختصاص المتابعة القضائية إلى ما هنالك؟ ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية. أن نختار نقول لين ما نعطي توضيح عام للإطار العام والصياغ العام اللي تجرى فيه القوانين. صحيح، لا لا صحيح، لما نعطيه بصفة عامة ما لا يفهم السياق اللي نتكلم فيه. صحيح. شوفوا نحن وهذه مضطر نقولها لأنها ما هي حشو. رئيس الجمهورية لين جاء شن حرب على الفساد، وشعاره اللي رفض كان شعار ضد الفساد. أنا ذاك قد عد واحدين ما فهموه. يقير لين شن حرب على الفساد، وكان خطابه السياسي هو محاربة الفساد والمفسدين. فهمت الناس اللي أنها متابعة هون استثمار وما هون استثمار وذا شيء؟ لا، إلين خرصوا الترسانة القانونية اللي جات للجمعية الوطنية والبرلمان بصفة عامة، وهي كاملة متكاملة لأنه المجتمع هو مجتمع واحد والهدف هو واحد. صحيح. ومحاربة الفساد فيها عدة أنواع وعدة جهات وعدة أطر. إلين قلنا محاربة الفساد، شوف اذكر قانون الاسترقاق لأنه عنده جانب من جوانب الفساد.
اذكر قانون المساعدة القضائية، اذكر قانون غسل الأموال والأرهاب. كل هذه القوانين وغيرها اللي نشوفها في إطار العام عصبة كاملة متكاملة، يجيها القانون اللي يضع الخيط الحقيقي لربطها والخروج بهدف نهائي. ممتاز. نحن يلا نعرف شنو الفساد، مظاهره، نتائجه السلبية، لكن نعرف علاش نعالجه. نحن الفساد عنده عدة مظاهر. فهم فساد من حيث الأشخاص اللي يقوم به، فهم فساد أفقي كما قال الزميل الصحفي، فهم فساد أفقي وفهم فساد عمودي. الفساد الأفقي اللي يتم بين الموظفين العاديين وتعود فيه الرشوة عادية من أجل الحصول على مزايا صغيرة وضعيفة، والفساد العمودي اللي يتم من طرف السلطة العليا إلى السلطة الدنيا وبين الوزراء والحكام والمناصب العالية. هذا الأخطر والأكبر، والأخطر والأكبر، وبين الشركات العامة المستثمرة في البلد، تنقيب عن النفط والغاز وإلى آخره. إذا هاي كلها أيضا نوع من مظاهر الفساد الخطير والخطير جدا، واللي فيه الأموال الطائلة والكبيرة جدا، واللي تؤدي لفساد الاقتصاد البلاد والفساد الاجتماعي والسياسي. عقب ذلك لا نعرف أن الفساد هو الأعم والأشمل، تدخل فيها الرشوة والمحسوبية والمحاباة والوساطة ونهب المال العام والابتزاز وأسباب تفشي ظاهرة الفساد عديدة ومتعددة. الفساد شنو مخاطره ياكل نعالجه؟ نحن مرض نعود ما عنده خطورة ما نعالجه، غير شنو الفساد حتى نعالجه، شنو خطورته؟ شو الفساد؟ سيد النايب اعتقد ان عرفنا الفساد بمقدار كافي وعانينا منه، اثار سلبيه، الاثار السلبيه حتى نعرف علاش نعالجه. شوف الفساد يؤدي الى الحقد الاجتماعي، يؤدي الى جعل الشخص المناسب في غير المكان المناسب. لا احد يماري في خطوره الفساد، يعني ما قلت ماكم محتاجين لتعداد مخاطر. سؤالي كان من الذي يحدد من خلال هذا القانون؟ من خلال هذا عندك 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 الفصل الثاني. شوف المشروع القانون فيه ستة فصول. من الفصل الأول تعريف ومفاهيم عامة، الفصل الثاني التجريم والعقوبات في مجال الفساد، الفصل الثالث الإجراءات القضائية المطبقة في هذا المجال ومتابعة الجرائم. سيتنبى أنا عندي منه نسخة. أي طيب هل هناك شوف لا 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 فهم نقطة، هناك نيابة عامة مختصة، هل هناك قاضي مختص؟ فهم قضاة مختصين وفهم هذا ما أوردني. فهم قضاة مختصين وفهم جهات تبليغ وفهم شرطة قضائية وفهم هذا هو الجرائم الاقتصادية، ما هو هذا فقط. فهم حتى الأشخاص عندهم القدرة للتبليغ عن المجرم المفسد ولين يتكتموا عليه، عندهم عقوبات. ما هو اللي قلت هو في البداية، قلت إن جانب العقوبات مفروض جانب ينزل في الجريدة الرسمية، ومفروض المواقع الإلكترونية تنزل بحلقات متتالية، ومفروض المجتمع المدني اللي هو دوره مهم واللي ضعف المجتمع المدني يؤدي إلى كثرة الفساد. كيف السلطة التشريعية اللي تعود السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة الرقابية كامل يعود دورهم ضعيف يظهر الفساد. وبالتالي نختار هذا كيف قلت المرة الفايتة، أن هذا الفصل خاصة جانب العقوبات يوزع على الناس، لكن أنا كشخص نعرف كيف أتحرك ما وقعت في الفساد. إذن معناته فم جهات، أنا شخص أنا قد نبلغ عن جهة معينة وفم المتابعة حتى ما هو هذا فم يقول لك فم مظاهر. أنك لين تشوف هذا هون ذكرني بوزير الداخلية الفرنسي دوفيلبين السابق، قالوا أنتم باسم الحالة تعرفون فم شخص مفسد والله مظاهر الفساد. قال نقعد في فترة معينة له 5 سنوات شخص دخله في ظروف معينة ما تسمح له يقتني دار وسيارة BMW بالذات بذكرها بهذا الاسم، مع أنه مفسد. هون في هذا المشروع القانون حتى يقول لك لين تظهر فم مظاهر يلين تشاف في الشخص ما تتماشى مع دخله وعيشته تعتبر مظهر من مظاهر الفساد ويجب متابعة. طيب هون خليني أسوي لك هنا سيادة النائب الموقر، هون بناء على هذا جيد جدا هذا اللي ذكرت، هناك العديد الكثير من هؤلاء الأشخاص من الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه المواصفات. هنا هل القانون هنا من ناحية قانونية بحتة هل يمكن تطبيقه بأثر رجعي؟ هو مدة 5 سنوات يطبق بأجر رجعي، بعد 5 سنوات متى يطبق؟ وهذه لا أقصد بأثر رجعي، أقصد يعني هو هناك قاعدة قانونية بعدم رجعية القانون القوانين إلا في حالات محددة، مثلا ممارسة قبل ارتكاب قبل تنفيذ أو إصدار هذا القانون ما يحاكم عليه الفرد بهذا القانون اللي إصدر عقب ممارسته هو. هي مدري كان هذه متوفرة في ذا القانون الله ما ينص القانون على الإثارة الرجعية لمدة 5 سنوات بعد قضائها ما تلا. إذن هؤلاء الذين يبدو عليه تبدو عليهم مظاهر الثراء بعد 5 سنوات المفاجئ غير مبرر بعد 5 سنوات يسقط عنه بعد 5 سنوات يسقط عنه مباشرة. وهذا بعض في المناقشات الداخلية وشيء بعض الزملاء قالوا إن هذا يعتبر ضعف في القانون، إنه يعود رجع بعد 5 سنوات، وإنه معنى الواحد يقد يخرج من العقاب بعد 5 سنوات أو حالة. لا هذا ليس رجعية القانون يا سيادة النائب، هذا يسمى تقادم. هذا تقادم. طيب شكرك جزيل الشكر. عندي سؤال أيضا قبل أن أعود إلى الأستاذ بالليل
هناك جهاز قضائي يسمى محكمة العدل السامية. لو الوزراء وهم المعنيون بمشيت من أجلهم محكمة العدل السامية، لو هؤلاء اقتضت ضرورة لتطبيق هذا القانون أن يطبق عليهم هذا القانون، هل سيحاكمون من خلال محكمة العدل السامية أم من خلال جهة اختصاص قضائي أخرى؟ لا شفت، هو القانون، هو المشروع القانون ما يحدد أشخاص بفلان منصب أي، فهم كل عمل إجرامي فساد عنده عقوبة تخصه بغض النظر عن مرتكبه، بغض النظر عن درجته العلمية أو درجته الوظيفية، بغض النظر عن درجته فعل كذا تأثير كذا، لا تعتبر ثغرة قانونية هنا. لا لا، أنت 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 لين يثبت، فهم قانون، فهم قانون عقوبات مادية وعقوبات معنوية، فهم السجن وفهم عقوبات مادية، لين ترتكب بجرم نتيجة فعل فساد معين، مجرد تقرأ الفقرة تحدد العقوبة. هو اللي قلت لك في البداية أن في مشروع القانون يعطيك تعريف، التعريف الظاهرة تعتبر ظاهرة فساد وعقوبته في نفس الوقت، لا يقول لك أنك استخدمت الرشوة من أجل الحصول على كذا وعقوبته كذا، مع التعريف ذاك الوقت في ذيك الفقرة هو اللي يعني هو اللي من خلاله تعرف الفساد المرتكب من طرف الموظف العمومي والعقوبة، وبالتالي ما فهم فلان وزير وفلان موظف، أي إنسان يؤدي وظيفة عامة وارتكب جرم في الفساد يعاقب حسب الطريقة اللي ارتكب بها الفساد. أشكرك جزيل الشكر سيادة النائب. أستاذ بليل، من يمكنه اكتشاف حصول زيادة طرأت على ممتلكات موظف عمومي؟ يعني ما هي شخص موظف عمومي ظهر عليه فجأة الثراء، من المخول طبقا لهذا القانون أن يحدد أن هذا الشخص أصبح ثري بما لا تبرره وظيفته أو مداخيل وظيفته؟ في الحقيقة هذا السؤال محرج وطارح مشكلة وطارح حرج لغير خالق شيء. يقولوا الناس أهل الشرع قرائن الأحوال، هي الناس متعارفة، والموريتاني ما هي ياسر الموظم فيهم فيها ورجال الأعمال أملي فئة قليلة، ومن الصعب عن يطرأ لرقاشي ما يا الله كان يعود عنده ما فطنت له الناس، بيهلي قاع الناس تتفطن لك ما لك معدلش وتتفطن لك ما طاري لكش وتطرع يك شي وتكبيع يك وتتهمك به، تأكد يا غير خالقين مساي. شنو هي أهمية؟ نحن تكلمنا عن سياق القانون، عن نجد تتويج الترسانة من القوانين بيلي أي جريمة يا الله تعود عندها قوانين يخصوا به. قلنا أيضا عن نجد استجابة التطلعات الناس بيلي اليوم كاملها الناس اليوم مجمعة على عن هذه الدولة وهذا المجتمع هذه موريتانيا عن خسر الفساد بأنواعه وبشكاله وعلى جميع المستويات، وربما قاع يعود من دواعي سن هذا القانون في الفترة بالذات عن الحقنا منطقة الخطر، عن الحقنا منطقة الحمراء اللي مات له حتى أهل القرار حتى أهل الحكم حتى ولاة الأمر ظاهر لهم عن هاي الرواية ما تلات تقد يسكت عنها بهاللي اللي وراها الكارثة. بهاللي هاي السنوات الماضية موريتانيا حصلت على مداخيل هائلة من ثرواتها المعدنية، واليوم هذا اليوم 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 الناس كاملها مجمعة على عن فماتية حالات ما هي طبيعية بالنسبة للمادة جبرت ذاك من العائدات. شوف الناس يتكلم عن أزمة خانقة، شوف الناس يتكلم عن كارثة اقتصادية، شوف الناس يتكلم عن مستقبل غامض، شوف الناس وإذا كامل مؤدة، وشوف الناس يتكلم لك عن ثراء الفاحش بالنسبة لبعض من الأفراد وثراء الفاحش بالنسبة للطبقة، وعن إنفاق أموال عمومية طائلة في مجالات ما يلا تنتفق فيها بدلا من تعود تنتفق في مجالات أخرى، وهذا كامل داخل في الفساد. ومن أهمية من خصائص هذا القانون أنه لأول مرة يحدد الفساد بأنواعه، بأن حتى اتفاقية الأمم المتحدة حول الرشوة ما هي محددة الفساد، يا غير محددة اللي مترتب عليه، والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد اللي اعتمدتها موريتانيا
بنهاية 2010 ما تحدد الرشوة ولا تحدد الفساد. اليوم عندنا نعرف الفعل شنو هو باللي دولة القانون، يا الله يعود كل رجال فيها وكل مواطن يعرف كل فعل سترتب عليه. إياك يعود هو من نفسه مسؤول، وإياك يعود طارح الكل شيء بلد ويعود ما يوافق عليه ويعود. واليوم هذا الناس في ضبابية فيما يخص اللي قلت أنت باللي من الإفلات من العقاب، وقل التطبيق القانون وقل تطبيق العقوبة، ودى عن الناس ظهر لها عن ياسر من الممارسات اللي تقوم به الناس اليوم من تحويل الأموال العمومية، من استنزاف، من صرف في غير محلها، من استخدامها استخدام شخصي عادوا قاع باحرين يا كان هذا فساد ولا ما هو فساد، به اللي ما ترتب عليه شيء ما ترتب. راجع ينص عن هذا القانون اللي هو، وهذا هو الأهم في القانون، عن يعود لا يترتب عليه شيء. الشيء يترتب عليه التطبيق الفعلي والفعال، وهذا نختار كلهم نعطيها معنا. التطبيق الفعلي عن بنود هذا القانون اللي هو ومواده، وعنها تطبق مات لرقاج يفلت من العقاب رقاج ارتكب أي فعل من ذي الأفعال اللي نص عليها القانون، يطبق عليه ذاك اللي قال القانون من الملاحقة ومن السجن ومن الغرامات. يا غير ان دراية كان هذا وحده كافي، احنا شفنا كنا عندنا قانون جنائي، وكنا عندنا استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، وكنا عندنا سياسة شعارها محاربة الفساد والمفسدين. ان دراية كان هذا قمح المفسدين وقلل الفساد، لا، بالنسبة للناس جوابها لا. لماذا؟ هذا هو الفعالية، معناها الفعل قاع أنك أنت اللي قبضت رقاش ركاتية وسألته وعطى أيام وطرسته، هذا ما هو اللي يردوا عن شليه عدلوا. إياك يعود القانون فعلي، يا الله يعود فهم ملي احتساب الخسارة والربح، يا الله يعود أكثر هذا مرتكب هذا الجرم اللي هو يتكبد من الخسائر على سبب ممارسته للرشوة اللي ما هو كان له يربح من ممارسة هذا الرشوة، معناها زاد عنه يا الله يعود العقوبات زاجرة ورادعة والغرامات زاجرة ورادعة. وهو من يقبل رقاش 100 مليون، نعم هذا وركتب ويعود هو من نفسه، ويعود هو من نفسه ظاهر له عنه لا يتعيط له شرطة جرائم الاقتصادية وتعطي أيام تستجيبه، ومن فماتية تحيله للمحاكم، يعطي أيام يستجيب القاضي والله قاعد يعطيه ما يسوي، يعقب قاعد يطلص من فم، والله يجيب ملي للمحكمة ويبرأ. هذا ساوي 100 مليون زيادة عليه عن المجتمع اللي هو منه والمحيط الأسري اللي هو منه، ما يجرموا الفساد والمفسدين بالعكس ويزكوا. المهم عندهم عن يعود ذاك الراجل اللي ذاك هو يعود عنده شيء يعطيه، ويعود عنده شيء يحل به مشاكل الناس، يعود عنده شيء يدخل به جماعة، يعود هو أنت من يعود القانون ما هو ما هو ما هو ما هو لاهي يردعك، ويعود المجتمع ما هو لاهي المجتمع قاعد يحسك عليه ويشجعك. انت مالك ما تحصل اللي قاعد تحصل. اذا يلا يعود اذا اللي يترتب عليه جريمه ممارسه الفساد ترد رقاج عن ممارسه الفساد، معناها لا ينحبس مده من الزمن تعود ما هي ساويه له، يعود يقبض شيء مهول، ويعود لاهي يغرم غرامه تعود اكثر من ذاك اللي جبر، نعم، وأكثر من ذاك اللي شاك هو عنه لا هي بقاله. هذا هو اللي يقدر الدنيا. هذا هو لا تقرأ في هذا القرآن لا يشير من قريب ولا من بعيد، لا يحدد يعاقب الحبس، يعاقب الحبس من سنة إلى 5 سنوات بغرامة من مليون إلى 5 ملايين كل من وعد أو عرض أو أعطى أو كل من يدير أو يعمل به، ولكن والله لم يحدد رقما، لا مازال لم يحدد رقما، فم ضعف المبلغ، لا مازال فم نقص، طيب لا مازال فما نقص، القوانين قاعد تتطور. يا غير بعد طر رواية قطعا حس على العقوبات بطريقة أكثر صرامة، يا غير فهمهم اللي قضية الإبلاغ عن وركاتية تقدر تبلغ عن الفساد والمفسد، تبلغ عن الرشوة، وفهم حماية للمبلغين، وهذه رواية مهمة في الاتفاقيات الدولية، ومهمة هون بكلي بني تعود اللي أنت من نفسك ضحية للرشوة والله شاهد على الرشوة، يا غير ما تقد تشهد عليها ولا تقدر تنبر عليها ولا تقدر تبلغ عنها، بيك اللي خايف انت من نفسك ما لك يتنحنى، خايف من ردات الفعل، القانون ما هو حاميك والدولة ما هي حاميتك، ما لك يتعدلها، ما لك يتعدلها، ما
ما كي يتعدل. معناها عن لابد من التطبيق الفعلي، لابد من التطبيق الفعال. من تعود ما فماتية فعالية، احنا اليوم ما قال لنا قانون، ترسانتنا القانونية غنية، اكتملت عندنا ياسر من القوانين، تعود ما اكتملت، غير عندنا منها. نحن اليوم اللي فاصلين فيه قانون، قانون يلزم جميع الأطراف من عند الدولة للهيئات للمجتمع يلزمها بتطبيق القوانين. قانون ملزم لتطبيق القوانين اللي تصادق عليها، اللي تقدم المشاريع تقدمها وتصادق عليها البرلمان، وتعود قوانين يلا تعود ملزمة. احنا عندنا اليوم ياسر من القوانين ما هو ملزم، ولو كان ملزم ياسر من المخالفات ما يخلي. والناس اليوم اللي وسها عاقب رفع شعار محاربة الفساد والمفسدين، وبالرغم من وجود مواد في القانون الجنائي، وبالرغم من الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة 2010، ومن الرغم من توقيع موريتانيا على الاتفاقيات الدولية لمحاربة الرشوة اللي واسه الناس ما ارتدعت بها غياب العقاب، وبها مستوى العقاب، وبها الربح اللي جابره من الفساد ومن الرشوة أكثر هو حتى وسوى من ذاك اللي لا هي تعاني بها اللي ما دي. ايوه الفساد قلت هو عنده علامات، هو موظف معروف خلاص، ومعروف الامتيازات اللي يجمع، ومعروف يوم دخوله للوظيفة هو ايش عنده، منين بين عشية وضحاها يطرى له شيء ما هو متكافئ معه، معروف عن هذا من الفساد. يا غير قاع خالق رواية، خالق هذا القانون، قانون الشفافية المالية، يحتم على جملة من الموظفين على عنهم كلها يوم دخوله للوظيفة عنه يا الله يصرح ممتلكاته. هذه طريقة فماتية الإدارة، إدارة الجرائم الاقتصادية، المفوضية، مفوضية الجرائم الاقتصادية التابعة لإدارة الأمن، وفماتية محكمة الحسابات، وفماتية مفتشة الدولة، وفماتية المفتشيات العامة المالية، وفماتية المفتشيات الداخلية. فم أيضا ترسانة من مؤسسات الرقابة ومن مؤسسات التفتيش، هي أيضا مسؤولة عن هذا. وفم المجتمع إلى اللي طارت عنه شعرت هذا وعاد ظاهر له عن الفساد عنه تفوبي، وعن غير بعد ما حد المجتمع هو من نفسه واللي ما ساهم عنه يعزل، يعزل هو هي الناس الأولى كانت منين يعدل حد منها مبيقة، يعدل حد منها جريمة يزوق واحدين قاع منها انتحروا، والموظفين في الستينات والسبعينات انتحروا منهم واحدين على سبت مبالغ تافهة. غير به اللي هيك ساعة فم واسع الضمير، وفم واسع الأخلاق، وفم الواسع الديني، وفم أيضا صرامة المفتشية العامة. نعم الحقيقة هذا كان هو موضوع سؤالي للأستاذ الولي والسيدي هيبة. أنا الجميع ربما يلاحظون أنه عندما يتم اعتقال شخص ما، موظف سامي وزير أو مدير، موظف سامي يتم إطلاق سراحه، راهو انطلاص يقعد ما هو مبرأ، هو قاعد يقعد ثبتت عليه جريمة، جريمة السرقة الفساد، نين ينطلص؟ لا يجي الناس تسلم عليه، ولا يجون حائر ويجوه ذبائح. طيب هذه ثقافة عامة أستاذ الولي، هذا لا أعتقد أن أنا هذا ما له فقراش، هذا ما له يوطى رجالة. أنا قلت مبين عن لابد من هذه الترسانة من القوانين للهياس والزمن، وهي تأخذ طريقها إلى الاكتمال وقد اكتملت الآن، لابد أن تجد حيزا للتطبيق الفعلي على أرض الواقع. وقلت بأن هذا التطبيق لا يمكن أن يكون إلا إذا كان ذمة إجراءات مصاحبة ومعدة لهذا. قلت بأنه يجب أولا وأكرر بأن يعاد للإدارة اعتبارها حتى تكون إدارة صارمة حقيقة حقيقية قادرة على أن تتابع كل ما يدور فيها من اختلالات، ومن هذه الاختلالات بطبيعة الحال الرشوة والفساد. وكما قال النائب سابقا الفساد حالة كونية، في كل دول العالم يوجد الفساد، لكن الفساد يتفاوت من بلدان إلى أخرى ومن قارات إلى أخرى. فمثلا في أوروبا الفساد موجود لكنه لا يؤثر على حركة الاقتصاد، لا يؤثر على حركة التنمية، لا يؤثر على العدالة الاجتماعية التي هي العامة الحاكمة، لكن فساد.
أما في الدول التي مثل دولنا فالفساد هو خرابها، هو ما يؤدي بها إلى الإفلاس ويمنعها من أن تخرج من حيز التخلف إلى التنمية. فيما يتعلق بالأمر الاجتماعي الذي ذكرته في أول الحلقة، أنا قلت إن هذا المجتمع ما زال يمارس عقليات لا علاقة لها بدولة القانون ولا علاقة لها بالدولة الحديثة، حيث أنه ما زال يحمل معه من ارتكاسات الماضي وأمراضه التي لم يعد هذا زمنها، منها ما كنا نذكر الآن أن رجلا إذا ارتشى وقام بفساد وحكم عليه ثم أطلق سراحه بعد حين تأتي الناس لتسلم عليه وتأتي الناس لتحتفل به وكأنه بطل خرج من جديد إلى الحي، كأنه بطل خارج. إذن لابد إذن لابد لهذه الترسانة من القوانين التي تم سنها أن كما قال الأخ بليد أن تدخل إلى حيز التفعيل العملي، بمعنى أن يرى الشعب بأن المرتشين الذين تمت إدانتهم وتم إثبات رشوتهم وفسادهم أن يقدموا للمحاكم وأن تطبق فيهم هذه الترسانة الجديدة من القوانين فيما يتعلق بالسجن، فيما يتعلق بالغرامات التي تفرضها عليهم طبيعة الاتهام الذي وجه إليهم وثبت عليهم. حينها أعتقد أننا سوف نكون على الطريق الصحيح لمكافحة ومحاربة هذا الفساد. ثم إن ذمت أمر آخر أنا أيضا أجد أنه إيجابي جدا، هو مسألة التبليغ عن المرتشين وعن المفسدين وحماية هؤلاء المبلغين، هذا أعتقد أنه أمر هام جدا، لأن في الدولة من المصابين بالإحباط الشديد من هم على استعداد في إداراتهم في مؤسساتهم في كل موقع يتواجدون فيه أن يبلغوا عن المرتشين وعن المفسدين في هذه الدوائر رغم كل الحمايات التي يجب. أعتقد أيضا أن الذين سوف يشرفون على تطبيق هذه القوانين هذه الترسانة من القوانين يجب أن يكونوا هم كذلك محميين، لكن أيضا يجب أن يكونوا في ظروف مادية تمنعهم من أن يفكروا في أن لا يقوموا بهذه المهام وأن لا يبالوا بتطبيق هذه الترسانة من القوانين. شكرا جزيلا لك أستاذ ولي. أعود لك مرة أخرى سيادة النائب الموقر، دائما في هذا القانون سيادة النائب أنا ألاحظ أنه يعني كل عقوبات معناه أن الموظف هنا تليمارس هذا تليمارس هو شخصيا ذاتيا محاربة الفساد سيمارسها في ظرف خايف، بينما ما فهم أي مكافأة. مثلا لم يشر من قريب ولا من بعيد في هذا القانون إلى مكافأة لموظف رفض الرشوة أو موظف أبلغ عن حالة رشوة. أوكي شكرا. شفت يعني عاد عندنا لا الخوف أعطيني شوي الوقت في هذا الموضوع. شفت هو أولا ميرت ننطلق من مبدأ عام أنك أنت موظف عندك في وظيفتك عندك خطة عمل معروفة مسبقة سابقة خارج الرشوة والله ما يمر رشوة مفروض تقوم بها على أحسن وجه، وبالتالي ما عندك مكافأة يكونك تقوم بها وتوف مكافأتك الحقيقة أنت ما لك جايب خارج الشيء خارج الإطار الوظيفي العام اللي مؤدي، أنت موظف مؤتمن على بعض الإجراءات وبعض الأشياء اللي أنت مؤتمن عليها أديها يعني ما وجدت الحوافز والمكافأة. ننطلق من مبدأ العام المبدأ العام أن أي موظف يقوم بوظيفته بأمانة وبصدق وبتجرد من كل شيء. نعم. هاي هذا هو العمل اللي على ضوء تخرجات الشيء هو اللي تطلع على تدرج مريضه في السلطه. ما معنى انك تقوم بعملك واجازه؟ هذا هو عملك الحقيقي. صح انت تقدر في المكافآت من تفاني في العمل في الامانه في الصدق، هذه اجراءات اخرى. عقب ذلك فهم التبليغ فهم صحابه مجازين، عندهم مجازين وعندهم نسبه من الاموال اللي تم حصل عليها نسبه 10%. نعم. يقين خلينا قاعد شوي نرجع لهذه القوانين كيف قلت ولا انت مكررها مفروض تتم عليها تحسيس. كيف قلت انتم تقراوها لا تشوفوا ان الموظف اصبح في دائره ضيقه حسب مفهومنا احنا العام للحياه الوظيفيه، شايفين انه ضيقنا على الموظف لان ثقافتنا العامه حول الوظيفه انه حره والموظف اصبح ملزم بانه يتبع وظيفته ويعدلها كما هي، وبالتالي شفنا القوانين متشدده. هون يجي دور المجتمع المدني، يجي دوركم انتم كاعلام،
ويجي دور العلماء، ودور العلماء نحن كمجتمع مسلم دور العلماء مهم ومهم جدا، لأن الضمير والوعز الديني اللي يعود هو الأساس اللي متمسك به الإنسان ما يخاف عليه. وهون اسمح لي نقول مبدأ في الحياة العامة مفروض يدرس في القوانين. يوسف عليه السلام من يدخل السجن متلبس بقضية معينة اللي نفصل فيها عزيز مصر وتخرجه، ما يقبل أنه يخرج، ما يقبل أنه يخرج هو متلبس بالقضية. قال متلبس ومتهم، ما متلبس ومتهم، متهم متهم استغفر الله، متهم اللي انت يخرج ما يقبل يخرج. قالوا عزيز مصر انه محتاج، ما قالوا ما يقبل يخرج هكذا، قالوا اسم ما بالو نسوتي اللي انشت الحق عادرك لا يخرج نظيف مطهر طاهر من التهم الموجهه له. هذا اللي انتخرق في الوعز الديني عندنا في المجتمع يؤسس على ان هذا حرام ولا يتواسى، وعلى انه لا وتعود في خطب الجمعه وفي الندوات العامه في الدين وفي القوانين وفي ثقافه المجتمع، لا يعود الموظف حتى لا يسمح له قاع كيف قلت انتم قبيل انه يخرج عليه مليون، ما لا يرفض المجتمع ما لم يطهر عن التهمه اللي وجهت اليه اثناء دخوله السجن. معنى ان هذا مهم ومهم جدا، ونختار هون نقول من هذا المنبر العلماء لا يعود التابعين، يعود هم القاده، ما يحالوا لي نجيب الدوله قوانين تفسروها، يعود هم القاده وهم النبراس اللي يستضاء به في سن القوانين وفي مقدمه الاشياء اللي تهم المجتمع كمجتمع مسلم، خاصه الفساد لانه خطير، والايات اللي جبت في هذا الاطار هم ادرى بها ويعرفوا فحواها ويعرفوا تاثيرها السلبي على المجتمع. عقب ذلك نرجع للنقطة في أخبار العقوبات. شو قال لك؟ إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى مرتكبة من طرف منتخبين أو قضاة أو محلفين أو خبراء أو وكلاء الضرائب والجمارك والخزينة العامة أو منتسبي البرامج أو الوكلاء القضائيين أو الموظفين السامين أو أي شخص معين بمرسوم أو مقرر وزاري مهما كانت صفته، تكون العقوبة السجن 10 سنوات. 10 سنوات كيف قال باللي عاد مليون 10 سنوات مثقيلة، 10 سنوات أو إلى 20 سنة. إذن هذا رادع، مفروض رادع 20، يتخرص عمرك 10 سنوات مع 100 مليون يعود لا شيء به الحرية. السجن وقصة يوسف، السجن والسجن مر سنة واحدة منه تعدل الملايين سنة، وبغرامة تعادل 3 أضعاف القيمة المطلوبة. إذن معناته هذا رادع، هذا رادع. متى فيها تقول أنت أن واحد يدخل السجن ويخلص شوي، هذا رادع. عقب ذاك في الفصل الثاني عقب المادة 8 الرشوة المرتكبة بمناسبة الانتخابات يعاقب بالحرمان 10 سنوات ممارسة أي وظيفة انتخابية، ممارسة أي وظيفة عمومية. إذن معناته هذا القوانين، هذا القانون فيه قانون رادع وحقيقي، أن أي موظف مهما كان أنه يتطاول على الحق العام ويتطاول على الرشوة ويتطاول على الفساد والله المحسوبية، لأنه قانون رادع وأفعاله محددة ما فيها لبس مولي، يفهمه أي إنسان يفهمه واضح وصريح. المطلوب أنه يخلق تحسيس، وإلا يتمداوا السجون عندنا بموظفين يبقوا دول غير موظفين. مفروض تحسيس، والموظف مهما كان درجته في الوظيفة يعلم بهذا ويحسس به. وبالعكس أنا ملاين عاود أن هذه العقوبات بصفة خاصة عدل كتيب توظف كيف عند الوظيفة العمومية، يوزع على كل موظفي وكلاء الدولة ويعرف أنه حقيقة ولا يطبق يوم من الأيام، لا يطبق ولا عذرة في جهة القانون. وبالتالي هذا مهم، وهذا مهم. النقطة الثانية إلين يعود المجتمع يرافض هاي الظاهرة، وكيف قلت لكم مبين أن هذا لا منك وإليك، منكم وإليكم، المجتمع الموظفين منه والمجتمع، إلين يعود المجتمع رافض. ولين جنت تعود تشتري سيارة ممتازة وفاخرة تعطيها واحد يقول لك أنا أبو سيارة محرام ما نركبها، لا يعقبوه ما تقع يعدلها به، اللي هو معدلها لإشباع رغبات في المجتمع، لظهور كبطل كأبها في المجتمع. يعود المجتمع هاي الأبها ما تعني شيء، وهذه الفخرة ما تعني شيء، وهذا البناء الفخر ما تعني شيء، لا يرفضه. وبالتالي كبح جماح الموظفين هو المجتمع اولا، والقوانين الرادعه وجدت، هذه ترسانه قانونيه ومهمه ومهمه جدا. وبالتالي مفروض ان ايدوا ان الاشخاص اللي قاموا عليه بالفعل اللي تقرا العقوبه تحس ان الناس اللي كتبوها يعرفوا المجتمع الموريتاني بصفه عامه بصفه خاصه والفساد بصفه عامه. وبالتالي انا نوه من هذا المنبر انه قانون مهم، كيف ما قلت انتم يجب انه يجب حيز التنفيذ والتطبيق والمراسيم المطبقه له تعود خارقه، ويعود الناس بالفعل حمايه حقيقيه، ويعود من ما يفهم واحد يسوق اياك يحصل على، لا يعود ملي فهم رادع انك ما تبلغ يكون على شيء متاكد منه ان هذا الموظف ارتكب جريمه فساد اياك انه ينال عقاب. هذه النقطه. شكرا. شكرا جزيلا. تفضل استاذ بليل عبد الكريم. هذا كنت نقول على ماركاتيه تبين عن بالفعل كيف قلت لكم هذا القانون نتيجه نقاشات ونتيجه تفكير اطراف عده، ما هو الا طرف واحد. احنا من 2005 و2006 احنا نطالبوا بقانون يجرم الرشوه ويجرم الفساد، يغير في نفس الوقت ملي نعدلوا مقترحات. واضح هون عن هذا القانون عنه غني بياسر من المقترحات
اللي معتبره واقعنا نحن وماشيه من منطلق عن باسم الحاله نغيروا الحاله اللي نحن فيها، ما هو عندنا فقط نقبل قانون جامد نستوردوه والله نستلموه نستلهموه من قوانين اخرى ونجيبوه، غير احنا عندنا مجتمع خاص. هذا المجتمع لا بد من مسالتين، واحده لا بد من الموظف العمومي الوكيل العمومي يرضع القانون الين يعود القانون كيف شفنا يرفع سقف الكلفة، سقف الكلفة يعود الكلفة والخسارة أكثر هي من الربح. والإنسان العاقل والله كثيرية الناس العقلاء قال عنهم منين يعدلوا احتساب الخسارة والربح يعرفوا السداد منين، غير منين يعود الربح هو الأكثر يميلوا شو الربح، منين تعود الخسارة هي الأكثر يدوروا يشتبوا هذه القضية. اللي المسألة الأخرى هو عندنا الصلاة بد من عملية تحسيس شاملة يعود المجتمع هو من نفسه أيضا يقوم بدوره نبذ وفضح وكشف وعزل المرتشي. غير خالقة هون رواية ما فتر اشترنا عليها عن هذا القانون الملي يشير على جريمة الراشي. نعم لا كنت أريد أن رشوة رشوة عملية يشاركوا فيها أطراف عدة أساسا راشي ومرتشي يغير في مولي الرايش الوسيط ينقالوا الرايش يغير. احنا دائما نركزوا على المرتشي ونخلوا عنا الرايش، هما جريمتهم واحده خلوا الراشي ايه والرايش قاع ياسر منه قاع ينساه وهذا ما يتواسى به اللي هو المرتشي. هو انت المرتشي ما يقد يخلق يكون براشي وياسر في ذاك الراشي مولي الظروف خاصة يعود خفي يعود جايبه رايش يعود جايبه وسيط يعود هو من ورائه. معناها أيضا عن ملاحقة الناس اللي يرشوا ومتابعتهم وتجريمهم وعقوبتهم تعاون أيضا وتحد به اللي لا ننسى عن القانون عنه لا عنده مهمة غير ما عنده جميع المهمات، ما هو هو وحده اللي له يسوي لنا هذه المشكله غير له يعاون فيها ما هو وحده. شنو هي بقيه العوامل دور تفعيل دور هيئات الرقابه توعيه المجتمع اسمعت دور العلماء وفعلا له نقول هون عن تسعد جنبر الماضي بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة الرشوة عندنا جمعيتنا بالشراكة مع رابطة العلماء أصدرنا كتاب حول تحريم المال العام في الإسلام. والسنة اللي سابق ذاك عدلنا كتيب يجمع جميع الآيات القرآنية وجميع الأحاديث النبوية اللي تتعلق بالفساد، وهذا عدلنا عليه أيام تحسيسية وغطاه قاع الإعلام وعند به اللي هذا مهم عن العلماء عن الناس تفهم عن ما فهمت هي مسوغ فقهي. الناس اللي أثر فيها اللي أثر فيها الواسع الديني اللي أثر فيها الواسع الأخلاقي اللي عيات هي من نفسها تلتجأ لشمل التأويلات الفقهية تعود تعرف عن ذا مقفول. وعدلنا قاع فيلم ضد الرشوة متكلمين فيه العلماء تماما نابذين فيه وبينا فيهم اللي حالات الرشوة المتداولة اللي كثيرة الانتشار. الله عرضناها قدام العمد وعرضناها قدام بعض من النواب وعرضناها قدام الشباب وعرضناها قدام ناس من الجمعيات عدلناها بالتعاون مع تعاون الألماني شئيسا هو إنتاج جمعيتنا. أنا هو كنت المشرف على تصور الفيلم من نفسه وشرفت على إنتاجه وبالتعاون مع جي زد وبالتعاون مع الشباب ومع العلماء وجبنا حالات الرشوة في المستشفيات وفي العيادات وجبنا حالات الرشوة في مراكز الامتحان وفي المدارس وجبنا حالات الرشوة في بعض من الصفقات وجبنا حالات الرشوة على الشارع الوكلاء العموميين اللي عندهم مهمات مختلفة. وفي حلقة ماضية تكلمت عن مفهوم جديد أنجلو ساكسوني ينقال له المنحرف الإيجابي
لي ديفيا بوزيتيف لي ديفيا بوزيتيف معناها عندك انت ضركات ياسر من الناس منين تتكلم له عن الرشوه يقول لك هي لا هي الخالقه انا يعدلوها اصحابي كاملين الشرطي صاحب الجمارك القاضي الى غير ذلك الممرض انا لا كيف الناس انا ماشي في الجمله هو مثلا ما حركته ما هو ضميره لا انت يلا تعود منين يعود محيطك مرتشي كامل تقول انا ماني قابل الرشوه تنحرف عن سيره الجماعه عن سيره محيطك تعود منحرف يا غير انت منحرف ايجابي بكل انت انحرفت عن الانحراف انحرفت عن الانحراف انحرفت الى الطريق السوي خرجت من المحيط اللي معتاد عنه يمارس الرشوه يمارس الفساد وقلت لا وقطعا ستؤثر الدور تجرى معاك الناس الدور الناس تقبلك كمثال هو مالي القدويه عندها تاثير ولذلك يلا يعود الوكلاء العموميين يلا يعود ولي الامر يلا يعود قائمين على الشان العام يلا يعود الناس المكلفه بالمحاسبه الناس المكلفه بتسيير المشاريع تعطي المثال الاحسن اياك الناس يلوحوا عليها العين هذا كان ويلا مولي يطبق عليه هذا القانون بصرامه يعني مولي اللي يقولوا الفرنسيين سيفير بار ليكزامبل ايضا يعودوا هما هذو مولي موعظه يعودوا عبره للناس اياك الناس ما تتحاملهم ولا تعود كيفتهم اشكرك جزيل الشكر استاذ بليل استاذ الولي اثار بليل في الاخير نقطه مهمه هي كانت في الحقيقه موضوع سؤالي لكم سؤالي بالمناسبه سيكون سؤالي الاخير لان وقت البرنامج انتهى اذا كان المواطن او الموظف البسيط يشاهد الوزير او الموظف السامي يتلقى رشوه بالملايين فكيف نلوم الموظف البسيط اللي يتلقى راتب بسيط جدا على انه يتبضع 10000 وكيه مثلا هنا مربط الفرس الصفقات هي المبرر الأول والأخير لهذا الثراء الفاحش الذي يسقط فيه الموظفون الكبار لأن الصفقات التي تتعلق بالأعمال الكبيرة التي هي اللي منوط بها عملية التنمية هذه الصفقات ما يقع فيها من رشوة هي التي تفسد البلد وهي التي تشجع الموظف الذي هو بالدرجة الثانية تحت هذا الوزير وتحت هذا الأمين العام وتحت هذا المسؤول المالي عن هذه الإدارة وعن هذا القطاع وعن هذه الوزارة تجعله هو كذلك يشرب عنقه إلى هذه إلى هذا العمل إلى المطالبة كذلك هو به قسط نصيبه من قرص الحلوى ولذلك أعتقد كما قال بليل يجب أن لا ننظر إلى المرتشي إلى المرتشي دون أن ننظر إلى الراشي والراشي معلوم أنه هو الذي يجد سندا من الموظفين الكبار من السياسيين الكبار وكنا لو أطلنا لتحدثنا عن الرشوة السياسية ولتحدثنا عن الرشوة السياسية حتى في الانتخابات هذه أمور يجب أن نقف عليها لأنها مدعاة للمفسدة ومفعاة لانتشار الفساد ونحن الذي نريده من هذه الترسانة القانونية لا أن تقضي تماما على الرشوة والفساد لأنه لن يكون كذلك لكن أن تخفف من وطأته إلى حد أن يعطى للتنمية مسارها ومجالها وأن تخرج البلاد من هذا المراسم إلى حيز البناء والتنمية ويكون المواطن فاهما لهذه الترسانة من القوانين وقادرا على أن يقف في وجه المرتشين وأن يعد معه أشكرك عندي كلمتين لابد منها واحدة شفت جميع خطط الإصلاح ينص على تحسين ظروف الموظف يغير أيضا تحسين ظروف الموظف ما تحول دون تطبيق القانون به اللي الموظف السامي اللي خلاصه كبير يمارس الرشوة ذكرنا المسألة الأخيرة الصولي مهمة عن هذه قوانيننا نحن الموريتانيين بما أن مسلمين يا الله نشفعهم ونكملهم بالقاعدة العمرية من أين لك هذا من أين لك هذا أنت لا بد من تقول أن هذا حصلت عليه من أجل لا بد من تقول أن هذا حصلت عليه من أجل شكرا جزيلا لك تفضل سيادة النائب أنا لين لخص بعض النقاط نختار نقول أن هذا المشروع القانون فيه حتى
اللي قال الزميل فيه في قضايا السياسة والانتخابات والرشوة والانتخابات موجود في القانون الله. وفي حتى ما هذا هذا الكأس اللي نعدلنا في كثيره اني داير فيه انه مشاريه ميتوقيه وهو حقيقته هذا فيه نوع من اذا معناه هذا موجود هو قلت لك انه واضع القانون بالفعل اخذوا مادتهم الحقيقيه سن القوانين والعقوبات من المجتمع ومن المفاهيم العامه. كيف قال زميل بليل نحن ميراثنا العود لا مسلمين ومن دولة قالها الجمهورية الإسلامية ومن ثقافة المسلمين والحكام السابقة خارج عندنا ثقافة واسمح لي نقولها هذا هكذا أفهم المجتمع خارج عندنا ثقافة يعني نعود وزير والله مدير والله في وظيفة عمومية عامة ونتيجة عبقريتي في إدارة الشركة يجيني واحد وعد العمل إن هذه ان ما ساحصل عليه نتيجه عبقريتي في اداره هذا انه حق والعكس تماما انت لو قعدت في دارك هذه عبقريه ما لك تحصل عليها وبالتالي كل ما ستحصل عليه من امتيازات ومن اجراءات في اطار وظيفتك هو حق العام لانك لو لم تكن هناك ما كان جاك حد في دارك وسوي لك عم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معناته انه جلس في بيته معناه انه ما اللي حصل هذه ميارتي هاي دور العلماء وميارتي ثقافه الناس اسمح لي شوي نقول هنا لا لا نختار نقول ان سابق اذا كامل قلنا مهم يا غير سابق ان نعرفوا ان الفساد يؤدي لعدم الفساد اللحمه الاجتماعيه ويؤدي للغبن ويؤدي للحقد الاجتماعي ويؤدي للفساد السياسي ويؤدي عدم الاستقرار ويؤدي لهجره الادمغه ويؤدي لعدم الاستثمار في البلد ويؤدي لهجره رؤوس الاموال لان نعرفوا هذا كامل نعرفوا اهميه هذا المشروع القانوني اللي جاء انه مهم ويؤدي الى تنميه وجذب الاستثمار وجذب التربيه والاستقرار والنشاط في المجتمع الموريتاني وهذا مهم. نعم اشكرك جزيل الشكر سياده النائب. اذا اعزائي المشاهدين اكتمل نقاش محاور حلقه الليله محاور موضوع حلقه الليله من برنامج ملفات في ختام يتقدم بجزيل الشكر الى ضيوف الكرام وهم الساده محمد عبد الله بليل رئيس المرصد الموريتاني لمحاربه الرشوه شكرا جزيلا لك شكرا لك بليل. ضيف الكريم الاخر الولي الاستاذ الولي والسيد هيبه وهو كاتب صحفي شكرا جزيلا لك استاذ الولي. ضيف الكريم النائب صدفي والسيد محمد وهو عضو الفريق البرلماني للشفافيه والحكم الرشيد شكرا جزيلا لك سيد النائب الموقر كما اشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعه والانتباه. في الختام انقل لكم تحيات فريق عمل البرنامج بإشراف المخرج سعيد المرابط وهذه تحياتي إلى حلقة مقبلة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.